لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الإنسان في هذه الحياة يحصل على فرص كثيرة، فرص الخير، ظروف الزمان والمكان في كثير من الأحيان تكون بحيث إذا استثمرها الإنسان وانتهزها فإنه يحصل على الخير، وإذا لم يستثمر ولم ينتهز تلك الظروف الفرصة تمر ويده فاضية خالية. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. وفي حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام: الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود، لأنه ليس دائما الظروف مهيئة لهذا العمل الخيري، الظروف لا تتهيأ إلا في أوقات خاصة. إذا انتهز الإنسان ذلك الوقت يحصل على النتيجة، ولكنه إذا ترك الفرصة تذهب تلك الفرصة. هل تجتمع ظروف الزمان والمكان مرة أخرى؟ عادة لا تجتمع، فلا يمكنه أن يصل إلى ذلك الخير. الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود. من طرف آخر، لأن الجنة محفوفة بالمكاره ومحفوفة بالمصاعب، فالإنسان يميل لكي يفر من تلك المصاعب، من تلك المكاره، فالشيطان ينفذ إلى قلبه عبر الوسوسة، عبر طرقه وحبائله المختلفة، فيرغبه في إفاتة الفرصة. الشيطان ينفذ إلى قلب الإنسان، لأن المنافذ إلى قلب الإنسان كثيرة. إذا الإنسان تمكن من سد تلك الثغرات ومن سد تلك المنافذ،
التي يدخل الشيطان إلى قلبه عبرها يتمكن من الاستماع إلى نداء الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه. لكن إذا لم يغلق تلك المنافذ الشيطان يدخل يثير ضوضاء ويريه أمور لا واقع له لها، فالإنسان لا يستمع إلى نداء الفطرة فيترك تلك الفرص أو يترك عمل الخير ويبرر هذا الأمر لنفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا الإنسان إذا ترك عملا من الأعمال أكيد يبرر هذا العمل للآخرين ولنفسه لكي يحاول أن يخدعها. فوت هذه الفرصة يبرر هذا الأمر بشيء لنفسه وللآخرين، لكنه في الواقع إذا تفكر يعلم بأنه استمع إلى نداء الشيطان وفوت تلك الفرصة على نفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني ذكر العذر. يمكن الإنسان يعمل عمل أو يترك عمل هدفه ليس لله سبحانه وتعالى، هدفه شيطاني، يمكن يبين معاذير لهذا الأمر، لكنه في الواقع يعلم بهذا الأمر، يعلم بالواقع. فرعون حينما كان يحارب موسى عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأنه على حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. المشركون يحاربون الرسول أو أعداء أهل البيت كانوا يحاربونهم، كانوا يعلمون بأنهم على حق. حتى هارون العباسي حينما أراد أن يعتقل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام اعتذر من رسول الله، جاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واعتذر، لأنه يعلم بأن عمله باطل وأن هذا الشخص هو الأولى بالخلافة. حتى أنه قال لولده المأمون في يوم من الأيام في قضية مفصلة إن هذا هو الإمام ونحن اغتصبنا حقه، فقال له المأمون لماذا لا ترجع حقه إليه؟ قال إذا أنت المأمون اللي ابني إذا نازعتني في هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك، يعني قطعت رأسك، إذا أنت اللي ابني. فهو يعلم بأن هذا الشخص على حق، لكنه ظلما وعدوانا لا يوصل حقه إليه، يلقي المعاذير لكي يفر من هذه المهمة التي أوكلت إليه أو هذا الواجب أو ترك هذا المحرم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد الخروج إلى غزوة تبوك، عادة الرسول حينما كان يريد أن يخرج إلى غزوة أو إذا كان يريد أن يرسل سرية كان يخفي الخبر، يقول لهم تهيئوا، وبعد ذلك يقول لهم سيروا إلى الشرق مثلا بمقدار، وبعد ذلك غيروا طريقكم إلى الغرب إلى الجهة المقصودة. لماذا؟ لكي الأعداء لا يتهيئوا للقتال، لكي لا تراق الدماء أكثر. لكن في هذه الغزوة بالخصوص أعلن الأمر بأننا ذاهبون إلى المحاربة مع الروم، قال لهم هذا الأمر. لماذا؟ لأن المسافة بعيدة جدا كانت، وكان يحتاج إلى إعداد القوة بالنحو الكامل، لأنه الروم دولة إمبراطورية عظمى. فقال لهم هذا الأمر، بين لهم
كان صعبا على الأصحاب أو على كثير من الأصحاب إطاعة الرسول في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه كان حرا شديدا. ثانيا كان فصل اقتطاف الثمار، كانوا يريدون يقتطفوا ثمارهم، إذا هو رايح للغزوة الثمار لا أحد يقتطفها، وهم يعيشون السنة كاملة على هذه الثمار التي يقتطفونها في هذه المدة المحدودة. وأيضا كانوا يخافون من الروم لأن إمبراطورية عظمى لا تقارع، فالرسول كلما كان يقول لهم كانوا يتماهلون. فنزلت آيات متعددة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تثاقلتم إلى الأرض. الكلمات في اللغة العربية إلها دلالة على المعنى، نفس اللفظ إذا المعنى كان خشن اللفظ هم يصير خشن، إذا المعنى كان لطيف اللفظ أيضا يصير لطيف، هذا من ميزات اللغة العربية. اثاقلتم إلى الأرض، هذه اللفظة اثاقلتم لفظة ثقيلة على اللسان، تعكس أيضا الواقع الذي كانوا يعيشونه. لكن الرسول أصر عليهم ونزلت آيات كثيرة، وأكثر تلك الآيات في سورة التوبة تهددهم، فاستمعوا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذهبوا إلى الغزوة، وكفى الله المؤمنين القتال لأن ما صارت مقاتلة بين الروم وبين المسلمين، لأن الروم خافوا فانسحبوا في قضية مفصلة. هؤلاء كانوا يأتون بالعذر، يقولون حر موجود، يقولون وقت اقتطاف الثمر، إذا ما قطفنا الثمر الثمر يفسد على الشجر وبقية السنة نبقى فقراء. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم، والآيات المتعددة نزلت لهذا، أطاعوا الرسول، ومع ذلك بعضهم تخلفوا عن الرسول، وأيضا الرسول أمر بمقاطعتهم، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى تاب عليهم. فالإنسان بصير على نفسه، ولو أنه ألقى العذر للفرار من العمل، من الكد، من التعب، لكي يصل إلى النتيجة، لكن الجهاد صعب، المطالعة صعبة، الشغل صعب، الإنسان يحاول أن يفر من هذا الشغل، أن يفر من المطالعة، أن يفر من العمل، يأتي بمعاذير لنفسه. والحال أن الإسلام يأمر الإنسان بالعمل سواء للدنيا أو للآخرة في أي ظرف من الظروف، في أي وقت من الأوقات لازم يكون عامل، حتى إذا كان في أشد الظروف صعوبة. الرسول بعثه الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وفي آية أخرى هو الذي أرسل في الأميين، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الظرف كان مناسب للرسول لكي يزكي الناس ولكي يعلمهم الكتاب والحكمة ولكي يأمرهم بالجهاد. هذا الظرف الرسول استفاد منه وأدى المهمة الموكلة إليه بأحسن طريقة. أمير المؤمنين في الزمان الذي كان مبعدا عن الخلافة ما كان يتمكن من تزكية الناس، ما كان يتمكن من بيان الأحكام الشرعية، هل بقي عاطلا عن العمل؟ يقول لا أتمكن من أن أزكي الناس أو أبين لهم الكتاب والحكمة أو آمرهم بالمعروف أو أنهاهم عن المنكر. لم يفعل ذلك، ظرفه كان غير ظرف الرسول، لهذا ماذا فعل؟ استفاد من ظرفه وعمل، كان يذهب ويحفر الآبار إلى يومنا هذا قرب المدينة
توجد أبيار علي، هذه الآبار أمير المؤمنين حفرها، رعاه أحد الأصحاب في يوم من الأيام وعلى كتفه كيسا، قال له ما هذا الكيس؟ قال له أمير المؤمنين تمر إن شاء الله أو نخل إن شاء الله. كان في هذا الكيس نواة التمر، كان يذهب ويبذر تلك النواة يزرعها في الأرض لتنبت، ما كان يتمكن من بيان الأحكام، ذهب وزرع، مع أن أمير المؤمنين كان مستغنيا، كانت له أملاك كثيرة، كان يتصدق بجميع محاصيل تلك الأملاك وبمحاصيل تلك المزارع والنخيل، لكن مع ذلك كان يذهب ويزرع. يوسف عليه الصلاة والسلام كان في السجن، زين يقول أنا في السجن فأبقى عاطلا، لم يكن عاطلا وإنما في نفس السجن، لأنه كان معه مجموعة من الناس كان يحاول أن يهديهم، هو في السجن يحاول أن يعمل في سبيل الله لهداية هؤلاء. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يبين لهم الوحدانية والتوحيد ويبين الأدلة ويبين وضع أنه لماذا وقع في السجن، لأنه لم يرتكب المعصية. الإمام موسى بن جعفر كان في سجن وحيدا، لا يمكن، لا يتمكن من إرشاد الناس في ذلك السجن، ولا يتمكن من عمل آخر، ولا هناك سجين موجود معه لكي يبين له الهداية ليهديه، يبين له أحكام الله سبحانه وتعالى. ماذا كان يفعل؟ كان يعبد الله سبحانه وتعالى، العبادة، كان يعبد طول النهار والليل، قائم الليل صائم النهار، كان يسجد سجدة طويلة حتى كان إذا أحدهم رآه ظن أن هناك خرقة ساقطة على الأرض، فلما كان يمعن كان يرى رجلا ساجدا لله سبحانه وتعالى في ظرف لا يتمكن من هداية الناس وإرشادهم، لا يتمكن من العمل، لا يتمكن من الكتب. لم يمضي هذا الوقت هباء منثورا، وإنما استفاد من هذا الوقت للعبادة، عمل لله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء أبي حمزة التمالي، والدعاء لتعليمنا نحن: أو رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. البطالة مبغوضة من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتمكن من الدراسة يدرس، يتمكن من العمل يعمل، عند فراغ يعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، أو إذا تكلم مع أصحابه وإخوانه لا يتكلم بكلام يبغض الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان بطالا لا شغل له لا عمل له، هذا المجلس مجلس البطالين يتحول إلى بؤرة للفساد، لأنه ماذا يدور في مجالس البطالين؟ الغيبة، التهمة، النميمة، المحرمات الأخرى. ولهذا الآن إذا رأينا المجرمين عادة يكونون من الناس البطالين الذين لا عمل لهم، لأن الإنسان إذا لم يكن له عمل، إذا لم يحاول أن يملأ وقته بالعمل، ماذا يبتلى؟ أولا يبتلى بالضلال وبالفسق والفجور كما ذكرنا. هذا الشخص يريد الراحة، يريد الدعة، يصير بطال. إذا صار بطالا بالتدريج هذا الإنسان ينجر إلى الفساد، إلى الإفساد. وثانيا يبتلى بالهم والغم. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: من قصر في العمل ابتلي بالهم. لأن الإنسان
إذا كان بطالا لا عمل له، هذا الإنسان بالتدريج يحس بأن وجوده ما له فائدة، يحس باللا جدوائية، ماذا أنا وماذا دوري؟ هذا التفكير يؤثر على نفسيته، يبتلى بالمرض النفسي. لهذا في الإحصائيات إذا تروا أكثر معدل الانتحار في الناس البطالين. لماذا؟ لأنه يحس أن وجوده لا فائدة له، يبتلى بالهم بالغم، وتدريجا إذا تراكم الهم والغم يسبب له المرض النفسي. هذا المرض النفسي إما يجره إلى المعصية، إما يجره إلى الانتحار، إما إلى أمور أخرى لا تحمد عقباها. وثالثا الندم، الإنسان حينما يرى أن العاملين قطفوا ثمارهم، هو ما عامل ما قطف ثمار عمل، لأنه ما عمل، فهذا الإنسان يندم يوم القيامة يوم الحسرة، لأن الإنسان يرى أن صديقه أو أن شخصا آخر الله سبحانه وتعالى أعطاه بمقدار ما أعطى هذا الإنسان من رأس مال. ذاك عمره 60 سنة كان، أنا هم عمري كان 60 سنة مثلا، ذاك الشخص استفاد من هذا العمر فحصل الجنان، وأنا ما استفدت من هذا العمر، صرفت هذا العمر بالباطل بمعصية الله سبحانه وتعالى بعدم العمل، بعد ذلك أتندم. وهل ينفع الندم؟ لا ينفع الندم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ماذا يأتي الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا البرزخ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إن أخوف ما أخاف عليكم البرزخ. لماذا؟ لأنه في البرزخ ماكو شفاعة، الشفاعة في يوم القيامة. إذا الإنسان مات حينما يوضع في قبره إلى أن يصل إلى يوم القيامة لازم يقضي هذا الزمان بعمله، إذا عمل خير يقضيه في نعيم، إذا عمل شر يقضيه في عذاب. نعم، إذا الإنسان مات على ولاء آل محمد عليه الصلاة والسلام لا شك ولا شبهة أن الشفاعة ستشمله يوم القيامة حتى إذا كان مذنبا، لكن من موت إلى يوم القيامة كم سنة؟ ملايين السنين؟ لا نعلم. مليارات السنين؟ لا نعلم. هذه الفترة لازم يقضيها بعمله. الإمام الصادق يخاف علينا في هذه الفترة، وأما إذا حل يوم القيامة فنحن ننقذكم، مضمون كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يتندم يقول رب ارجعني لكي أعمل صالحا، لكن الجواب يأتي من الله أو من الملائكة كلا، خلاص ماكو رجوع، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة، أعطيناك رأس المال وهو عمرك، أنت ما استفدت من هذا رأس المال، الضرر توجه إليك منك لا من الله عز وجل. المرحوم جدنا آية الله العظمى الميرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه كان طالبا للعلوم الدينية في سامراء، في كل أسبوع في يوم الخميس كان أقرانه يذهبون إلى النزهة، يتنزهون على نهر دجلة، يقضون نصف النهار بعد تعب 5 أيام في يوم الخميس، يقضون هذه الفترة نصف نهار عند النهر لكي يخففون من تعبهم، ما كان يذهب معهم. ابن عمه المرحوم الميرزا أبو القاسم كان يقول كلما كنا نقول له تعال معنا ما كان يأتي، كل أسبوع كان يأتي بعذر، في أسبوع من الأسابيع يقول إني هذا اليوم أريد أن أغسل ملابسي، في أسبوع آخر
يقول هذا اليوم عندي نذر أذهب إلى السرداب المقدس، في أسبوع آخر عندي نذر أذهب إلى حرم الإمام الهادي والعسكري عليهم الصلاة والسلام. كل أسبوع بعذر من الأعذار ما كان يأتي، يقول إلى أن ارتبت في أمره لماذا لا يأتي، وفي أسبوع من الأسابيع قررت أن أراقبه. حينما خرجوا للنزهة بقيت في المدرسة، يقول بعد أن خرج الجميع وفرغت المدرسة من أهلها رأيته يخرج متنكرا، يعني مخلي العباية على رأسه ويخرج بشكل لا يعرفه أحد. يقول فزاد ارتيابي أنه شنو عند هذا، يقول فتبعته بحيث لا يلتفت أن أحدا يراقبه. يقول ذهب وذهب إلى أن خرج من المدينة وصل إلى المقبرة. تعلمون أن في المقابر عادة هناك قبور جاهزة حتى إذا جاءوا بميت لا يتأخروا في دفنه لكي يحفروا القبر، القبر جاهز، بمجرد أن يأتون بميت يدفنون في ذلك القبر. يقول وصل إلى المقبرة وهناك قبور جاهزة، ذهب إلى قبر من القبور وتمدد في هذا القبر كهيئة الميت، على يده اليمنى كهيئة الميت، ثم جعل يحاسب نفسه ويبكي، وأخير ذلك يخاطب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. بعد ذلك يخاطب نفسه، ما يخالف رجعناك إلى الدنيا نشوف ماذا تفعل، وكان يقوم ويخرج من القبر ويذهب إلى أعماله الأخرى. كان في نفس الوقت يعمل ويطالع ويدرس ويدرس إلى أن وصل إلى المقامات العلمية العليا. الإنسان إذا ما عمل يبتلى بالندم، أولا يبتلى بالضلال والفسق، وثانيا يبتلى بالهم والغم، وثالثا يبتلى بالندم. في جميع ظروف الإنسان لازم يعمل، إما لدنياه وإما لآخرته. إذا ما عمل يبتلى بهذه الأمور كلها أو بعضها. اللي سوى تلك المستحبات وفعل الواجبات وصام انتهت الأيام، خلاص راحت، لا يحس الآن بتعب تلك الأيام ولا بلذتها، انتهت. والذي ترك الواجبات أو ما فعل المستحبات أيضا الأيام انتهت. يوم الحساب عندما يوصل في الدنيا والآخرة، أيضا في الدنيا أيضا نرى أن هذا الشخص أعماله الحسنة كثيرة وذاك الشخص الثاني أعماله الحسنة قليلة جدا، والعياذ بالله ملاها بأعمال سيئة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا في الدنيا. بعد ذلك وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فسيرى الله عملكم، عملكم مكشوف لله سبحانه وتعالى، هذا واضح. ورسوله، لأن الأعمال تعرض على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم، في كل اثنين، في كل أسبوع، في كل شهر. وكذلك المؤمنون، تأويل الآية أن المقصود من المؤمنين هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكذلك سائر المؤمنين، لأن الإنسان أي عمل يعمل هذا العمل ينكشف في الدنيا قبل الآخرة. القضية التي ذكرناها عن المرحوم جدنا فعلها قبل 70 أو 80 سنة، لم يكن أحد يعلم بهذا الأمر إلا شخص واحد، الله سبحانه وتعالى يكشف الأعمال. الآن نحن نذكر هذه القصة بعد مضي 40 عاما على وفاته، بعد مضي يمكن أكثر من 70 أو 80 عام على تلك القضية. في هذه الدنيا
الأعمال تنكشف، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بعد ذلك في يوم القيامة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.